السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناتكم الكرة مع الدكتور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة، يا ريت تشترك معانا في القناة وتبقى ضيف دايما عندنا، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمله لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ويا ريت يتابعونا كل الأهلاوية. وعايز تعليقاتكم في التعليقات، التحسينات اللي أنا ممكن أعملها على القناة. النهاردة أكلمكم عن موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأول، أنا شفت امبارح خالد الغندور، حسيت إن الدنيا حصل فيها حاجة غريبة، إن كأن حصل انقلاب في العالم، أو إن القيامة قامت، أو إن في حاجة غريبة حصلت. خالد الغندور طبعا أديله 3 أيام كان بيكتب على صفحته الكلام دوت من ساعة ما ظهر موضوع تامر أمين تقريبا. والله اعلم ان المركز الاعلى للاعلام او مركز الاعلام المسؤول عن تنبيه الاعلاميين تقريبا كلمهم كلام شديد جدا، والكلام ده فرق مع خالد الغندور. اقول لحضراتكم ليه الكلام ده فرق مع خالد الغندور. اولا، ايه هو اللي حصل من خالد الغندور؟ انه طلع في القناة وقال انا من دلوقتي مش هتكلم غير في الكورة، ماليش غير في الكورة، انتقد الكورة، انتقد لعيبه الكوره، انا طول عمري بحب الزمالك وبتكلم عن الزمالك وعمري ما غلطت في حد رغم ان الناس بتغلط فيا. رغم ان انا طبعا بقول لحضراتكم انا بشوف قناه المنافس، انا ماليش دعوه بقنوات اليوتيوب اللي بتنقده، ماليش دعوه بالناس اللي موجودين على اليوتيوب، ماليش دعوه بالناس اللي مش، لكن انا بتكلم على القناه المنافسه لي اللي هي قناه الاهلي. عمر ما شفت حد انتقده، بل بالعكس بقول لحضراتكم البرنامج المهم برنامج ملك وكتابة بيطلعوا بيقولوا اتقالي على نادي الاهلي، وهم بناء على الكلام اللي اتقال على نادي الاهلي بيردوا عليه، لكن عمر ما سمعتهم غلطوا في حد، عمر ما سمعتهم اتكلموا عن حد. الكلام اللي قاله خالد الغندور ده قولوا لي ليه انا بقول انه كلام مصطنع، لان قبل كده مر الانسان واسألوني انا بقى، اسألوني انا بقى عن اللي هقول لكم على حاجة، يعني يمكن أول حاجة مرة تسمعوها مني، ويمكن تسمعوها من واحد مر بمرض قبل كده. إن الإنسان يمر بمرض دي ويبقى في أقصى حالات الضعف، أكتر واحد محتاج فيه للناس، وأكتر واحد بيبقى صادق في كل كلمة بيقولها للناس. أنا مريت أكتر من في الفترة اللي فاتت في حدود 2 سنين لأكتر من 4 نكسات مرض، وازاي كنت محتاج للناس، وازاي كنت ببقى سعيد باي حد يسال عليا واي حد يطمن عليا. فهو لما مر هو وولد واسرته الكريمه بالمحنه بتاعه كورونا، وبنته اللي هي ربنا يحفظها وربنا يحفظ له اسرته واولاده، تعبت، شاف ازاي الناس اللي هو كان بينتقدهم كانوا بيتصلوا بيه وبيطمنوا على بنته وبيطمنوا عليه، وطلع برضه بعدها قال انا خلاص يا جماعه انا اتعلمت من التجربه دي، انا يا جماعه مش ها مش ها مش هنقد حد تاني، انا كفايه اللي حصل وبشكر الناس اللي اتصلت بيا. من ضمنهم اكتر ناس هو بيهاجمهم كان عادل الكيعي وسيد عبد الحفيظ اتصل بيه، ومحمد وابراهيم المنيسي، وكل ناس كتيره في مجلس اداره الاهلي اتصلت بيه واطمنت عليه وعلى بنته. ورغم كده ورجع تاني يقول نفس الكلام والقصص اللي كان بيقولها قبل كده، النقد في الاهلي والكلام عن الاهلي، والقناه بتاعته مش معموله الا علشان الاهلي. يعني تحس لما تدخل قناه الزمالك ديت، تحس ان قناه الزمالك مش نادر او لما يبقى عندهم ماتش قبلها بيوم جيب الكابتن احمد عبد الحليم واحيانا فاروق جعفر يقعدوا يتكلموا عن الفريق بتاعهم، لكن معظم الوقت انتقاد في النادي الاهلي. طبعا هو الفتره اللي فاتت دي شعل الدنيا شويه هو والمجموعه اللي معاه في موضوع كهربا، واكلمكم عليه بقى في الموضوع الثاني اللي انا هتكلم فيه. فخالد الغندور اذا كان بيقول كده، اول ما مقاييس الايد الاعلى للاجتماع للاعلام تنزل من عليهم، هيرجع خالد الغندور زي الثاني. هو خايف على كرسيه وخايف على المكان اللي بيروحه كمذيع، خايف يحصل معاه زي ما حصل مع تامر امين وتتشال منه الشهاده اللي بيظهر فيها في القنوات.
فانا مش مطمن له خالص. هنتكلم في موضوع تاني. انا كنت كلمت حضراتكم قلت لكم ان في قناة عملها احمد جمال، هي مش قناة، هو ساعتين اللي كان مأجرهم قبل كده مرتضى منصور، بيطلع هو وخالد الغندور فيهم يتكلموا، وكان الساعتين او ال3 ساعات كانوا متقسمين، هو بيتكلم 5 دقايق وبعد كده بقيت الساعتين او ال3 ساعات بيظهر فيهم مرتضى منصور يقعد يشتم في الناس كلها. قلت لحضراتكم ان انا شكي، ان انا شاكك ان القناة دي فعلا اللي مأجرها حاليا مرتضى منصور. ليه بقى انا اتأكدت شك امبارح؟ ليه؟ لان مرتضى منصور جايب كل الناس، جايب محمد الشرقاوي، محمد الشرقاوي اللي ما يعرفش بغض النظر بقى عن انه كان بيظهر في القناة وكان بيتكلم عن الاهلي وعن، وكان دايما من الناس اللي بيظهروا. محمد الشرقاوي اساسا مسؤول مع امير مرتضى عن اللجان الالكترونيه اللي هي بتخش تتكلم وتقف ضد بتوع الاهلي على اي، يعني انت لو كتبت حاجه على تويتر وبقيت معرفه على تويتر كده والناس بترد عليك، هتبص تلاقي ناس داخله تشتم فيك وناس تغلط فيك، كل دول القائد بتاعهم هو محمد الشرقاوي اللي ظهر امبارح في القناه. تاني واحد ظهر مش هتخيلوا مين، اسامه حسن. أسامة حسن اللي متصور في عربية وهو عريان، وكان واضح إنه يعني إيه، يعني واخد حاجة ظبطها شوية، وقعد غلط في إدارة الأهلي وغلط في النجوم الأهلي السابقين والموجودين، ظهر امبارح وكان بيشعل الأمور ضد النادي الأهلي وضد كهربا امبارح، وإن بيقول إن اللي حصل طبعا من كهربا دي حاجة عنصرية، رغم ظهور الناس كلهم اللي يخصوا فريق المريخ السوداني اللي بيحبوا الأهلي، اللي أساسا بالنسبة لهم الأهلي بيعتبروه نادي بتاعهم. على فكرة السودانيين بيعتبروا النادي الأهلي النادي بتاعهم، ظهروا وردوا على الموضوع وقالوا ما حصلش أي حاجة، اللي حصل هي مجرد نرفزة ملعب سواء من كهربا على لعيب المريخ السوداني أو سواء من عمرو السولية على كهربا. أسامة حسن امبارح بيقول أنا رحت النيابة وفي حكم في شهر 4 هيظهر على الحكم اللي كان رفع عليه الكابتن أحمد شوبير، لأن أحمد شوبير رفع عليه قضية لأن هو ذم في أحمد شوبير بالاسم، وبيقول إن وكيل النيابة قال له لا أنت وضعك كويس، أنت ما عندكش شتايم، أنت راجل محترم وراجل كويس وهيتحكم ليك إن شاء الله. فهو بيقول له، حتى بيقول له إن الكابتن أحمد شوبير كان طالب إن هو يطلع يعتذر على الميديا للكابتن أحمد شوبير، والكابتن أحمد شوبير هيشيل الموضوع. قال لا أنا مش هعتذر، لو الكابتن أحمد شوبير عايزني اعتذر يعتذر هو على الكلام اللي قاله، انا اساسا بعيد كلامه هو، يعني هو بيتكلم ان هو كان بيعيد كلام احمد شوبير اللي الكابتن احمد شوبير بيقوله. هو امبارح كانت في محاولات للصلح مع الكابتن احمد شوبير في القناة اللي هي معمولة، اللي بقول حضراتكم غالبا مرتضى منصور عاملها، هي القناة بتظهر 4 ايام، بتظهر 2 و3 و4 وخميس، مجرد ساعتين بيقعد فيهم احمد جمال، وشويه كان في حظر على مرتضى منصور انه يطلع، وهتلاقوا مرتضى منصور بدا يظهر على القناه ديت ويبدا يمارس اللي هو بيقوله. بس هو حاليا عشان ما عندوش حصانه مش قادر يشتم حد، هو دلوقتي كل الحبوب والحروب حروب موت، عمال يتكلم عن مسؤولين الدوله اللي اصلا خرجوه من مجلس الزمالك، وعايز يقول للشباب الزمالك ان هو خرج عشان الزمالك يخسر كل البطولات. ده كل اللي كان كل غرض مرتضى منصور، لكن حاليا في الوقت الحالي ما فيش، مش هيبقى فيه، هو يبعد خالص عن النادي الاهلي وعن مسؤول النادي الاهلي وعن كل الناس اللي ضده، كل الحرب هتبقى ضد المسؤولين اللي هو حاسس انهم بعتوه من مجلس ادارة نادي الزمالك. وانا برضو السؤال بسأله مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وألف، هو إمتى هيجاب مرتضى منصور ويسأل ويتقال أنت فين؟ إيه اللي أنت قلته؟ إيه اللي أنت عملته؟
فين فلوس نادي الزمالك؟ فين الفلوس اللي اتعملت في نادي الزمالك واختفت؟ فين الفلوس المخالفات اللي عليك اللي متعدية مليار ونص مليار جنيه؟ تخيلوا حضراتكم مليار ونص مليار جنيه على مجلس إدارة واحد، ولحد دلوقتي الدولة ما اتحركتش. أنا بصراحة مش فاهم، يعني أنا مش فاهم، يعني إن هو خلاص الموضوع اتطوى والفلوس بتاعت الزمالك اللي بيدوروا دلوقتي على انهم يبيعوا تيشيرتات وفانيلات وشورتات عشان خاطر يجيبوا لعيب، ان نادي بحجم نادي الزمالك عنده كل المنشآت اللي حواليه ديت اللي متأجرة بآلاف الجنيهات، وهو كان نفسه اللي كان بيقول الحاجات دي كانت متأجرة بملاليم، انا لما جيت خليتها تتأجر بآلاف الجنيهات. طب فين الفلوس ديت؟ ليه مجلس إدارة الحالي مش عارف يقدر إنه يأجر أو ياخد الفلوس من الناس؟ بيقولوا لا، إحنا الفلوس متاخدة مننا لشهرين ثلاثة أو لسنتين لقدام. طب أنت فين الفلوس بتاع مجلس إدارة نادي الزمالك؟ هو وابنه مكتفين بالتريقة على مجلس إدارة الحالي، وعايزين يقولوا إنه مجلس الإدارة الحالي هو اللي فاشل. هم لو كانوا موجودين دين كان الموضوع ده هيتحل بسهولة وفلوس نادي الزمالك هتظهر، لكن طبعا هم عشان مش موجودين، الموجودين بيعتبروهم فشلة أو إنهم استولوا على نادي الزمالك، وإن نادي الزمالك هو ملكية خاصة بيهم، هم من حقهم إنهم هم يعني لو هم بيحبوا النادي زي ما بيقولوا كانوا ظهروا وكانوا أظهروا الفلوس بتاعت فلوس نادي الزمالك اللي مختفية محدش يعرف فين هي لحد دلوقتي. أرجو إن إحنا يعني نتعاون مع بعض ونبقى موجودين مع بعض. عايز تعليقاتكم في الكومنتات، تقولوا لي إيه رأيكم نعمل إيه علشان خاطر الراجل دلوقتي الناس تتنبه ليه، ومش عارف الدولة مش عايزاه ليه. عايز أعرف تعليقات حضراتكم. أشكر حضراتكم وأتمنى إن أشوفكم في كل خير وسعادة، وياريت لو عجبك الفيديو اعمله لايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وياريت لو ما كنتش ضيف معانا في القناة تبقى ضيف دايما عندنا. أشكركم وأتمنى أن أشوفكم في كل خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.